لا أعتقد أن هناك في الوقت الراهن أي تأثير. أولا الأحداث اللي بتكلم عنها أو الحركة بتاعت التمرد في أقصى الشمال، يعني ليس في جهة الخطوط المتاخمة إلى السودان، وهذه الحركة ذاتها أساسا قامت بعملية انتحارية، يعني تم سحقها تماما. والآن هم بادروا من نفسهم، قالوا نحن عايزين نعمل مفاوضات مع الحكومة. فبالتالي أعتقد أنه في الوقت الراهن ما في أي خطورة، سواء كان على مستوى بتاع دولة تشاد أو على مستوى بتاعة الحدود المتاخمة للسودان، والأمور تحت السيطرة تماما. وأعتقد أنه الحكومة الجديدة، المجلس الجديد، برضو حريص حرص شديد أنه ما يكون في هنالك أي توترات أمنية بين مع السودان أو مع أي دولة مجاورة. تقصد نجري إدريسيبي؟ أي نعم، إدريسيبي. فهذا يعني هو إن شاء الله يكون امتداد لنفس السياسة اللي هو يعني، لأن بصراحة الآن إذا حصل أي انفلات أمني في تشاد هذا هو السؤال، ينعكس بصورة مباشرة في السودان، وبالعكس صحيح هتكون فيه يعني على الأقل سيعود 400,000. طبعا الأعداد التقريبية تقول أكثر يعني أضعاف هذا الرقم، يعني وليس فقط 400,000، ربما الأعداد تصل إلى أكثر من 1,500,000 كما تقول بعض التقارير الصحفية. لو لم يكن إلا أن هذه الأعداد تعود مرة واحدة إلى الداخل السوداني، بالتأكيد ستؤثر أيضا على الجانب الاقتصادي والإنساني والإغاثي. نعم، هذه الأعداد طبعا زي ما ذكرت هي طبعا أكثر من هذا، والعودة هذه مربوطة بعدة أشياء، يعني مربوطة بجانب السوداني وليس بجانب التشادي. طبعا الجانب السوداني بعد تحقيق وتوقيع اتفاق السلام كان هنالك عدة استحقاقات زي ما قلنا، هي تعطلت. يعني كان مفروض يتم تكوين قوة مشتركة بين الجيش السوداني والأجهزة الأمنية السودانية الأخرى، بالإضافة لقوات بتاع الحركات المسلحة الوقادة لاتفاق سلام جوبا.